مرحبا، حلقة جديدة من بي ماي جيست مترفية عليكم اليوم، واليوم ضيفتنا كارول مور. أهلا وسهلا فيك. هاي، أهلا. وين هالغيبة يا كارول؟ تروحي عدة أشهر وترجعي لنا. دايما وقت اللي بيكون في شيء جديد بنطلع عليكم. أهلا وسهلا فيك. اليوم رح نحكي عن البشرة، نحكي عن أنواع الجلد، وكمان كيفية ظهور التجاعيد وكيف نقدر نهتم ببشرتنا. بداية رح نبلش بالبشرة أو الجلد، خبرينا شوي عنها أكثر. نحن على طول الوقت اللي نجي بنحكي عن سونات والعناية بالبشرة. اليوم رح منفصل شوي صغيرة عن أنواع الجلد، النوع الجلدي وطبقات الجلد بطريقة مبسطة لتوصل للكليانت أكثر، لتعرف كيف بدها تهتم بوجهها. أول شيء الجلد بتتكون من 3 طبقات. أول طبقة اللي هي الإبيدان، هي الطبقة الخارجية اللي نحن نلمسها. أوكي. وهي بتحتوي على الميلانين، خلايا الميلانين يلي بتعني باللون، يلي بتحدد اللون. أوكي. هي سماكتها بسماكة الورقة. أوكي. يعني وهيدي البشرة اللي من فوق هي اللي أكتر شيء بيتكون عليها الخلايا الميتة يلي نحن بدنا نشتغل تنظف البشرة فيها. أوكي. هيدي الطبقة الأولى. أوكي. الطبقة الثانية من البشرة اللي هي الدرمي، يلي بتحتوي على الغدد العرقية ويلي بتعطي الإفرازات الدهنية يلي بتحدد نوعية البشرة، وبيبلغ سماكتها هيدي الطبقة من 15 ل 40 مرة زيادة عن الطبقة اللي هي الإبيديرم اللي فوق. أوكي. ثالث طبقة اللي هي الإيبوديرمي، وهي أسمك طبقة بالجلد، وبتشمل اللي بيطلع منها الفوليكول للشعر والضفير، وبتشمل الجلاند كلهم، وهي اللي بتساعد لحماية الجسم من الحرارة ومن العوامل الخارجية. وهي هاي الطبقة فيها أكتر كمية دهون، حتى الجسم وقت اللي بيصير بيستهلك الطاقة. أوكي. بياخد من هيدا الدهون ليحمي نفسه كافية. أوكي. اليوم وقت نحكي عن الجلد لكن بالطبقات الثلاثة، وبدنا هلأ نحكي عن أنواع الجلد. الأول شيء كمان، الجلد هو أكبر عضو من أعضاء الجسم. وبكل سنتيمتر مربع بيحتوي 150 ألف خلية صبغية. ألف خلية صبغية يلي بتعطينا الكولور تبعنا نحن، ويلي كيف نتفاعل مع أشعة الشمس، وكل إنسان كيف لونه. وهي هاي الخلية الصبغية موجودة تحت الإبيدان، يعني بتاني طبقة اللي حكينا عنها، وهي بتشتغل لحماية البشرة من الأشعة المفوق البنفسجية المضرة من الشمس. أنواع البشرة هني في 3 أنواع. في البشرة الجافة، البشرة الجافة اللي بتبقى الجلاند تبعها والإفرازات الدهنية قليلة، وهي بتبقى بشرة أرق من غيرها، بعرضة أكتر لتعمل تجاعيد، ولكن ما بصير فيها بصور وحبوب بالبشرة. أوكي. البشرة النوع الثاني هو الدسم الدهني، وهي أسمك شيء، وهي معرضة ليكون فيها حبوب وفيها إفرازات دهنية كتيرة. وهي هاي البشرة الأفانتاج تبعها إنه بتطول لتعمل تجاعيد، لأنه المواد الدهنية اللي فيها بتحميها من التجاعيد. أوكي. وثالث بشرة اللي هي البشرة الطبيعية، يلي نحنا بلبنان بالمبدأ في كتير عندهم هاي البشرة، اللي بيبقى على البارتين جنب الناس شوي فيه مواد دهنية وبقت ما بقى هي النورمال. هي الأغلب بلبنان. إيه؟ هي الأغلب بلبنان. هلأ بالميديتراني في كتير بوغرس، بس بلبنان بوميكس أكتر شيء، يعني أكتر اللي هي الطبيعية. هلأ هيدول الثلاث بشرات كيف العوامل اللي بتخلي يصير فيهم تجاعيد ويتفاعلوا مع الوقت. مع تقدم العمر بيصير في تجاعيد بترق البشرة وانخفاض نسبة الكولاجين. نحن قلنا بتالي الطبقة في نسبة كولاجين كبيرة، انخفاض نسبة الكولاجين هي بتساعد ليصير في تجاعيد بالبشرة أكتر. وتعلم نصير نشوف تجاعيد كيف مبينة بكل مطارح الوجه. هلأ في كتير بيفتكروا انه الكولاجين، لانه دائما في ترند بالكريمات وبالتريتمنتس انه دائما في شيء جديد. في كثير بيفتكروا انه الكولاجين لا خلاص هيدا شيء قديم، خلاص بدنا كريم فيه مش كولاجين، او تريتمنت مش فيه كولاجين.
بس الحقيقة هو الكولاجين هو موجود بقلب بشرتنا نحنا وهو اللي بيشتغل تيحارب التجاعيد. يعني لو شو ما صار الترند الكولاجين هو ضروري بالإضافة للماء هن عاملين كتير ضروريين لنحمي البشرة من التجاعيد. لكن لازم انتبه على هالموضوع ونشرب ماء قد ما فينا كمان. ايه اكيد. وكمان بالإضافة نحن عم نحكي عن الجلد والبشرة ككل، من فوائد الجلد هو انه بتدافع، ما بتخلي الميكروبات تفوت على قلب جسمنا، وهي اللي بتنتج الفيتامين دي، بتشتغل مع أشعة الشمس لتنتج الفيتامين دي الوحيد اللي بيفوت على جسمنا من خلال الجلد ليقوينا العظم. وبتعمل كمان طبقة عازلة، الدهن الموجود بالجلد بيعمل طبقة عازلة للحرارة تيحملنا جسمنا من أي شيء اكستيريور حرارة خارجية، تنحافظ على حرارة 37 درجة للجسم. عندها دور كثير كبير لكن عن جلد بتعمله. ايه اكيد. ما كنا منتبهين لها التفاصيل. أوكي. هلأ نحن عم نشدد نحكي عن الجلد، طب الآخر نخلي المشاهدين يعرفوا شو فوائد نحن نهتم ببشرتنا. صحيح 100%. هلأ إذا بدنا نحكي شوي عن حماية البشرة خاصة الوجه، أو نبلش بحماية الجلد، خلينا نحكي شوي عن الحماية. فينا كفي شوي عن طبقات الجلد. طبقات الجلد بتحتوي على 15-40 طبقة خلايا ميتة وفيها شرايين دموية، بالإضافة فيها الجلاند الدهنية هي اللي تغذي الجلد الخارجية. هلأ وظائف الجلد شو هي؟ وظائف الجلد في عوامل ثلاثة أساسية، هي أول شيء واقي من العالم الخارجي مثل ما قلنا، من الشمس، من البرد، من التلوث، من البكتيريا، من العدوى، يعني كرمال هيك ما بصير الإنسان دغري يلقط هيدول الفيروسز. وهو بينظم الحرارة مثل ما قلنا، وبيولد الفيتامين دي نتيجة التفاعل مثل مع الشمس، وهو الفيتامين دي لازم للجسم وظيفته كرمال نقوي العظم لقلنا كلنا. هلا أسباب ظهور التجاعيد في عدة أسباب. أول شيء العمر، تاني شيء في شيء يعني نحن عم نعمله لنفسنا يلي بيروحوا بيعملوا ليزر تيعملوا ليفتنج لوجههم بالليزر، هيدا الشيء بالاول ظاهره بتلاقي نتيجه كتير حلوه وقويه، ولكن بس توقفي عم يظهر تجاعيد بنسبه اكبر. والتقشير الكيميائي كمان عم بيؤدي لظهور التجاعيد. مونك الكولاجين، ووقت اللي بنعمل فيلر وهيدا الشيء كتير حلو، يعني عم نشوف رؤيته حلوه ونتيجته حلوه، ولكن الفيلر كمان بيؤدي بعدين لظهور التجاعيد بشكل اللي يمكن اسرع. اي كارول، لانه أيه. ما ترجع تعبي بدون يقشطوا بيكون لا كمان وقف شغل الكولاجين شوي صغيره. أوكي. ونحن قلنا الكولاجين هو العامل الاساسي يلي بيحارب التجاعيد. اوكي. هلا اذا بدنا نروح على حمايه الجلد، حماية البشرة الوجه رح أحكي أكثر، لأنه البشرة الجسم كلها سوا كتير مهمة أنه ما نتعرض مباشرة بين الساعة 11 و 3 تحت الشمس القوية بدون بس عندها البيك تعملي وروح فيها على البحر. ايه. بس أنه لازم نحط كريم بروتكسيون يكون فيه حماية، لأنه إذا حطينا ويل أو ما حطينا شيء بيجي ويل لوحده بلا بروتكسيون بيجلو على الجلد كله، على جلدة الجسم بيجلو بالأشعة المفوق البنفسجية ومنأذي بشرتنا. كرمال هيك منا نروح منا نحط حماية. أهم ال حنجرب يعني ممنوع عندك بس عوجنا ممنوع عندك. أوكي. لا حتى على الجسم كلنا راح أنت نسمر وناخذ لون أسرع لا منحط ويل فيه بروتكسيون دو حماية. أوكي. اثنين بتاخذي الماكسيموم اللون بس بتاخذي حماية لجسمك من الأمراض. كيف تنحمي البشرة؟ أول شيء الاهتمام قبل ما نحكي بالكريمات والسوانات، الاهتمام بنوعية أكلنا. يكون أكلنا فيه فارييتي من الخضرة ومن الفواكه اللي فيهم مشبعين بالفيتامينات.
تاني شيء كمان استخدام مستحضرات التجميل اللي هي الكريمات اللي بنستعملها ان كانت بالبيت او بالانستيتيو عند خبيرة التجميل. وحماية البشرة برجع بكرر من اشعة الشمس. لو ما رحنا على البحر نحط الاكران توتال يوميا لان هلا بلش الطقس يصير شمس قوية. واذا كنا على البحر نعيد الابليكاسيون عدة مرات بالنهار. تناول المعادن والتكميلات الغذائية من الفيتامينات والتعرض لأشعة الشمس بالبيك تايم مثل ما قلنا. ولعيوننا نستعمل لونات. ما حدا يقول ما بحب حط لونات، يحطوا لونات غامق لأنه تنحجب أشعة الشمس تقديلنا عيوننا. كمان على جسمنا نلبس تيب بالصيف الفاتحة يلي بتعمل ريفلكس لأشعة الشمس تما نمتص الأشعة المفوق البنفسجية. حلو. كرر كمان ما نحط الزيوت يلي بدون حماية بليز على الجسم. هلأ كلهم مثل بالبيت عم يعملون. حلو حلو. بس لا انه فينا ناخد لون، فينا نهتم بوجهنا. هيدا الوقت ما بياخد شيء يعني من الاكل. نحن وعم نحضر ببيتنا عم نقدر نساعد انه نحط الاشياء الريش فيها فيتامينز وهيك. يعني ما عم بعطي شيء انه فيه وقت. عم نحكي عن اشياء تفصيلية وصغيرة، عم نحكي عن الاشياء اللي كتير اساسية عم نعيشها كل يوم. صح. مصبوط. اوكي. كمان كيف بدنا نكفي حماية البشرة؟ بدنا نحمي البشرة من الغبرة، منا نحمي البشرة من التراب، ومنا نحميها من أشعة الشمس ومن الهواء. وأهم شيء هلأ منا نحميها من هالبولوسيون اللي موجودة. يعني هلأ صار عنا شيء روايح زبالة وأشعة. كيف نحميها؟ كلهم نحميون هيدا بالعناية بالبيت. بالبيت مش بالانستيتوت. تتوجهوا فيكم لعنا، نحنا بنستعمل برودوي جينو. بتاخدوا كريماتكم، اهم شيء كل يوم تنظيف البشره باللي واللوسيون او الغسيل المنتظم، يعني حسب كل ست كيف هي بتستعمل. تعمل بيلينج، تعمل ماسكات لوجهها. بالاضافه ما تظهر من البيت اذا ما لنا حاطه كريمات لتحمي البشره، لتغذي البشره، لتعطيها مي. المي كثير اساسي للبشره. والكريمات كريمات كريمات اهم شيء. اهم شيء صحيح. نتابع هذا الموضوع. اذا بدنا نختم هيك مع نصائح للبشره لحمايه البشره، شو بتقولي لنا؟ اهم شيء ما نتعرض للشمس. اهم شيء نتوجه على انستيتيو نعمل تريتمونات، لانه خبيره التجميل هي بتكون بتعرف كل بشره شو بحاجه وشو لازم نعمل لها. ونغير الروتين ما بين الموسم والموسم. يعني روتين الشتاء التريتمون اللي بنعمله بالبيت او بالكابين غير الروتين اللي بنستعمله بالصيف. وهذا الشيء الست تقدر تعرف، خبيره التجميل هي مفروض تساعدها بهالشيء وتشرح الأنسب. وإذا تحبوا تتوجهوا لعنا، نحن انستيتيو كارول مور كارول بيوتي شوب بالشارع الفيو كنيسة مارجوري ثانوية البنات. بتشوفوا هيك محل مهضوم على اليمين انتوا رايحين، ونحن بنعطيكم كل التبس. بالإضافة انه الغسيل الوجه للماسك، النظام الغذائي من أهم الأشياء لنساعد بشرتنا. صحيح. كمان لانه هو فيه فول اوف فيتامينز. يعني بنكون عم ناخذ فيتامينز من جوا للبشره كمان. واهم شيء كمان ما نحط الكريم الوجه على العيون. كريم العيون يكون لوحده وكريم الوجه لوحده. لانه وانس مرقنا كريم الوجه للعينين بنكون عم ناذي بشره العيون نحن. اوكي. وكثير مهم نشرب مي بكميات كثير كثير كبيره بالنهار. هيدا مش بس للبشره، بيساعد كل دوره الجسم. واهم شيء بيساعد تضل بشرتنا نضرة ونبتعد شوي عن التجاعيد او ناخر شوي التجاعيد. صحيح. لكن هالمعلومات كلها سوا عطيتينا اياها للمشاهدين حول البشره. هلا اذا بخبرهم انت شو بتعملي عاده بالكابين وشو انواع التريتمنت يلي ممكن تلاقيهم؟ نحن انا بشتغل ببرودوي جينو. جينو هو لابوراتوار كتير كبير بفرنسا واخد البروفي. برودوي بارابان فري سانز الكول، والبرودوي ما بينباع غير بمراكز التجميل. لانه هو بيعنا
بجمال السيدة. يعني أي سيدة بدها أي بروبلام، عندها أي بروبلام، الجواب موجود عند جينو. عندنا ماشين إيونيزاسيون، عندنا ماشين كلينينج للوجه، وهو تريتمونات سيستم بروتوكول للوجه. هلا رح أشرح شو عندنا. عندنا تريتمون البوتينوف اللي هو هيدا التريتمون فول اوف فيتامين سي، وبيأشر هيدا بيشتغل على الكوش الاولي من البشره، تيقيم الخلايا الميته ويجدد الخلايا كل يوم. وكل نوعيه بشره لها شيء، بالاضافه بيعطي ادراتاسيون. هيدا هلا بالصيفيه اي عروس فيها تستعمله، قبل عرسها حتى بنهار بيعطي اكلا كثير قوي. حلو. بالإضافة هيدا الستار دي سوا عند جينو الإدرادرمي، إدرادرمي الإيونيزاسيون يلي متريتمون منحط فيه للوجه أكتر من 16 نوع كريم، منخلط حسب نوع البشرة حسب ما حكينا للتجاعيد أو للبشرة الدهنية أو الناشفة أو أي نوع بشرة. منحط الكريمات كلهم فول أوف فيتامينز، كولاجين، إياليورونيك أسيد، كلهم منعمل إيونيزاسيون بالكهرباء منفوتهم على قلب البشرة. هيدا تريتمون يعنى بالوجه، بالعينين، وبالإضافة للرقبة والديكولتي. هيدا تريتمون وقته ساعة وربع تقريبا. وفي نفس الماشين عندنا تريتمون ليفتينج بتشتغل على العضل، عضلات الجلد لنقويها ولنحارب التجاعيد ونشد البشره. هيدا تريتمون كثير منيح بعد ولاده، بعد ما الست عملت رجيم كانت ناصحه وضعفت، او مع تقدم العمر بلش يصير في ترهل بالبشره. قد ايه بتلاقوا نتائج والصبايا والستات اللي بترجعوا لعندك قد ايه بيلاقوا فرق؟ هلا نحن عم نفرجيها للكليانت نتيجة ديركت، بصورها بتليفونها وبعد التريتمون بنصورها بتليفونها دغري ببين هو مومونتاني. بالإضافة يلي بتعمل كور ورا بعضهم مرة بالجمعة، مرة بالجمعتين، أو مرة بالشهر حسب كل ست شو بحاجة، هالشي ببين على وجهها، وبنكون نحن عم نساعد الخلايا البشرة تتغذى أكتر، تنعطي الكولاجين والإياليورونيك أسيد المهم يلي بحارب التجاعيد كمان. هلأ في عنا تريتمون خصوصي للعيون، لأنه العيون كتير مهمين، العيون أكتر شيء منحركهم بالنهار. بشرة العيون هي أرقى بشرة بالوجه، وهي أكتر شيء ببين عليها عوامل التعب، عوامل التجاعيد. بالإضافة بدي أعطي تبس صغير، إنه السواد تحت العين من وين بيجي ما انتبهنا وحكينا، هو بيجي السواد أول شيء الريديتير ممكن يكون السهر، كل ست يا ريت فينا كل ست فينا 8 ساعات بالنهار بال 24 ساعة، الألكول والدخان والبوليسيون بيأدوا تأثير في هالات سوداء تحت العين. فهيدي الهالات ما نساعد حالنا فيها بكريمات بالبيت، بالإضافة لسوا إدرادرمي ليفت اللي هو بحارب التجاعيد وبيبيض داير العين. هلا في عنا شيء كتير حلو اللي هو الأروماتيك. أروماتيك هو من جينو، سوان كله معمول من ويل إسانسيال، ريلاكسان، روايحه كتير حلوة، المساج تبعه ريلاكسان سبيسيفيك، بينعمل للديكولتي، بينعمل للفيزاج وللعيون. هيدا وقته 45 دقيقة ريلاكس، تنسى انه انت وينك. بالإضافة نحن وعم نشتغل ما بننسى انه نحط نوع الويل الاسانسيال حسب كل نوع بشرة. حلو حلو هيدا الشيء. هلا قبل الصيف مهم ليفتوزام نحن حكينا عن البشرة، اي متى البشرة بتبلش تتراجع ويتبلش تخسر شوي من الكولاجين والإياليورونيك أسيد، من عمر 29 سنة منبلش العد العكسي لورا للبشرة. تنحافظ عليها بدكم تتوجهوا لعندي كارول بيوتي شوب بجديدة، وأنا بساعدكم وبقلكم كيف لازم تعملوا. هلأ عنا تتراجع بالتجاعيد وببلش يبل عوامل الريلاشمون تبين. عنا الليفتوزوم هيدا فول أوف فيتامين سي، نشتغل تنعطي اكلا، عنده افه ليفتنج كتير قويه، وهو ريش اون كولاجين كمان. هيدا تريتمون ماسك اللي بنحطه بيقبع كله سوا،
وبنعمل عدة ماسكات فوق بعضهم مع مساجات. هلا بختار انا اي واحد بدي نقي، لانه كل شوي بتعطيه بقول هيدا هو بلعب، بقول هيدا هو بلعب، بقول هيدا هو. قد ايه مهم الست كمان اليوم انت توجهيها شو بحاجة بشرتها، اي نوع ماسك لتعمل، يعني كلهم حلوين، كلهم حلوين وكلهم كلنا بحاجة لهم. يعني مثل ما قلت كل سيزون نشتغل شيء، اذا بدنا تقشير شيء، اذا بحاجه لليفتين كلنا بحاجه لليفتين، كلنا بحاجه لكولاجين. هلا تمام فوت بالروتين نحن حسب السيزون وحسب الاوكازيون اللي عنده هو الكليان بنشتغل. كل مره بنشكل لها شيء هيك بتكون اخذت كل الفيتامين كل البروتين لوجهها وكل المعادن. هلا بعد عندي شغله صغيره بدي احكي عنها اللي هي ادراكلين. الادراكلين هي هيدي ماشين كل ست بحاجه تنظف وجهها غير النتواياج والاكستراكسيون دي بوان نوار. هيدي ماشين بتنظف المسامات من جوا، بنستعمل بنحط فيها كريمات خصوصي بتشتغل على الحراره، بننظف تريتمون 45 دقيقه مره بالشهر. يعني بتكوني عم تعملي ديب بيلينج لبشرتك ب 45 دقيقة، وكل حدا كل حدا بحاجة ينظف وجهه. كيف نحن مننظف بشرتنا باللي واللوسيون أو بالماي كل يوم؟ بحاجة مننظفها من جوا، من جوا تتنظف. بدكم تتوجهوا لعنا كارول بيوتي شوب وبنشتغلكم بالإدراكلين. حلو، لكن كل اللي رح يجوا لعندك رح تهتم فيهم أنا بعرف، وبدي اقول لك يعطيك الف عافيه كارول على كل شيء. بتضلك هيك عم تتابعي الكلاينتس تبعك وهالستات والصبايا اللي بتوجهوا لعندك، بدي اقول لك هيك حاطيهم باجدد التكنيك لتنظيف الوجه او للاهتمام بالبشره. يعطيك الف عافيه. خلينا نعطي رقم التليفون قبل ما نختم للمشاهدين. رقم التليفون 03-840-244. نحن بشارع الانوار بجديده، الشارع اللي فيه ثانوية البنات وكنيسة مرجريس. أهلا وسهلا بالجميع لعنا. شكرا لك كارول المور، هيدي كانت حلقتنا لليوم. نشكر كل يلي تابعونا، ما تنسوا تعملونا فولو على تلفزيون الصدى على انستغرام، وتابعوا كل حلقاتنا على فيسبوك بيج الصدى تي في. بكره حلقة جديدة. مرسي لحارس بلو، يارا زكريا بيوتي سبوت، وصالون شارب الشلالة. إلى اللقاء.